تعرف ان مصر كانت هتفوز بثلاثة امم افريقيا متتالية قبل جيل حسن شحاتة، لكن ده ما حصلش وبسبب اتنين ملقبين باولاد الشيطان. القصة حصلت في اثيوبيا سنة 1962، وقتها الاخوين لوتشيانو وايتالو فاسالو اتسببوا في خسارة مصر في النهائي عشان تكسب بلادهم البطولة للمرة الاولى والاخيرة لحد النهاردة. ام الشقيقين دول هي اللي اطلقت عليهم اللقب ده، هي وكل المجتمع الاثيوبي، والسبب انهم اتولدوا من اب عسكري ايطالي وام من اريتريا. وبعد الانجاز ده وبسبب ثوره في اثيوبيا عزلت الرئيس هيلا سيلاسي، اتمسح اسماء الاثنين دول من السجلات تماما في اثيوبيا لانهم كانوا تابعين للنظام السابق. محوهم من التاريخ الاثيوبي وصل لدرجه ان رئيس اتحاد الكوره نشر صوره للوتشيانو على تويتر وكتب عليها اسم تاني وقال انها للمهاجم مانجوستو بوركو وهو بيستلم الكاس، لكنه رجع واعتذر بعد ما عرف غلطه. ورغم كل ده فضل ايتالو مستمر في انتمائه لاثيوبيا عكس لوتشيانو اللي قال ان الناس دول حرموني من كل ما املك. ولو كان ده هو جزاء الاخوان لوتشيانو وايتالو من اثيوبيا بعد ما جلبوا ليهم الفخر، فيمكن رد اعتبار لوتشيانو كان من الكاف لما دخل قائمه افضل 50 لاعب في تاريخ افريقيا في القرن العشرين.